excited at this moment to be making a new friend. روبوت تتحدث وتغني وتتمتع بحس الدعابة، بل لها طموحها وخيالها الخاص. إنها صوفيا، أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي محاكاة للبشر، والتي اختارت نجم الكرة المصري محمد صلاح مثلاً أعلى لها. وفي أول زيارة لها إلى مصر استضافها ملتقى صناعة الإبداع في نسخته الثامنة، وعبرت صوفيا عن سعادتها بهذه الدعوة. وكانت شركة هانسون روبوتكس في هونغ كونغ قد صممت الروبوت صوفيا عام 2015 كأول نسخة للروبوت بذكائها وخيالها الخاص تتفاعل مع البشر، وقد طافت العالم ومنحتها السعودية جنسيتها. من أبرز صفات صوفيا إن هي بتخلق المحتوى بتاعها، ما حدش بيكتب لها حاجة تقولها، انت بتسأليها السؤال وبتجاوبك إجابات غريبة جدا. هي لسه كنا دلوقتي معها في سيشن كانت بتقول حاجات على مزاجها خالص يعني. وأكدت صوفيا أثناء تفاعلها مع الجمهور أن عالم أقرانها من الروبوتات لن يكتفي بتنفيذ الأوامر في المصانع بشكل آلي أو الأعمال المنزلية، لكنهم سيقتحمون مجال الإبداع وربما يجلسون على مقعد المخرج قريبا. نفضل العمل معكم على أن نحل محلكم، هكذا تحدثت صوفيا عن نفسها وعن جيل من روبوتات الذكاء الاصطناعي يتم العمل عليه الآن، ومن شأنه أن يحدث طفرة في المجالات الإبداعية. هبة الحسيني، قناة الغد، القاهرة.